طبعا طيب هختم معاك بجزئيه مهمه اتفضل. جدا، واحنا بنتكلم على الاطار في الفتره الجايه. النادي الاهلي كان اتخذ قرار من خلال مجلس الاداره ان الساده اعضاء مجلس الاداره هيقدموا دراسه لتنميه موارد النادي لمواجهه الظروف الطارئه الاستثنائيه الحاليه. نفس الامر على الادارات التنفيذيه، مدير عام النشاط الرياضي، مدير الكره، مدير قطاع الناشئين، مدير الاكاديميه. اعتقد النادي الاهلي خد خطوه جاده جدا، ده البعض بلان بي لسه اللي انا عمال اقول لك ده عليه، ده الخطه بلان بي اللي كنت بقول بالظبط لك اللجنه كده. الخماسيه تاخد ولا تاخد النادي كله. الاهلي على طول اجتمع، وكان الاجتماع بنظام الفيديو كونفرنس، ودي سابقه للاولى من نوعها، واتخذ هذه القرارات، ومنتظر بقى المجلس التقديم التصور عشان يبدا يشوف على ارض طبعا الواقع ازاي يتعامل الاهلي مع الازمه الاقتصاديه ومواجهه انتشار فيروس كورونا اقتصاديا على اداره النادي. زي ما الاهلي عدى بازمات كتير بتبقى في اجتماعيا او عالميا بيدفع ضريبتها بيقدر يعدي، وانا اثق في مجلس الاداره اللي موجود والفكر الاقتصادي، لانه فيهم رجال اقتصاد كتير جدا وشباب محترمه جدا وكوادر كبيره جدا. ما فيش واحد في مجلس اداره الاهلي مش راجل اقتصاد، خلي حقيقي. بالك بحكمه منصبه الرياضي والعملي، هات اي اسم فيهم، هات اي اسم فيهم، كلهم بلا استثناء. كلهم رجال اعمال وكلهم ناس رجال دوله وكلهم رجال اقتصاد. يعني بص من اول وانت نازل كده من نائب لامين الصندوق للاعضاء للي تحت السن اللي فوق السن كله بشكل رائع سواء خبرات جدا. إدارية، خبرات طبعا اقتصادية. مصانع وشغل وعماله وشايف السوق عامل ازاي وشايف الامكانيات عامله ازاي وشايف الرعايه عامله ازاي وشايف الامور عامله ازاي، فبالتالي دي خطوه هامه جدا استباقيه حتى يحافظ النادي الاهلي على عماله وعلى لعيبته وعلى كيانه وعلى اعضائه وجماهيره. وده اللي خلى عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي اول الشهر ده يقولوا شكرا للنادي الاهلي، مرتباتنا وحاجتنا والعمال نزلت في ميعادها بالظبط. هو مظبوط، ده، ما كانش في تأخير ساعة هو بصراحة. ده، مظبوط، ده بالعكس كان بدري. هو ده بدري عن الميعاد كمان بالظبط ب 48 كده، ساعة. بالظبط كده. بالظبط. طيب التصور هيتقدم الفترة الجاية، أعتقد بقى هيبقى في إطار كيفية مواجهة التداعيات الفترة الجاية، شوف وكل حسب ملف العمل طبعا اللي بيقوم بيه طبعا والتخصص اللي طبعا شغال عليه. طبعا في حاجات اكيد هتتأجل في المرحلة، وفي حاجات هي 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 هيبقى فيه اهتمام بيها. تخيل ان برضه الاهلي مهتم وانت في الظروف دي بتجديد عقد فايلر، يا شغال في كل الاتجاهات، بجدد لك عقد فلان، اشوف ايه اللي ناقص، اللجان شغاله قال في اي لحظه انت ممكن والاعضاء الدوري شغالين. يرجع والاحداث ترجع. حلو، وغير كده انت بعيدا بقى عن اللي انت المشهد الضبابي ده، انت بتشتغل بشكل استباقي وبتشتغل بالاسلوب اللي يخليك سابق خطوه واثنين وثلاثه. وعايز اقول لك حاجه، هناك الأسوأ وهناك السيناريوهات السيئه اللي بيتعامل معاها مجلس الاداره، وده اللي احنا بنقوله، ده الاداره المحترفه لازم تبقى كده، حتى سيناريوهات، كل السيناريوهات. والمجلس عشان مجلس محترف وبيتعامل بعمل مؤسسي، مش المجلس بيقول هنعمل ايه وخلاص، لا ومر كل عليهم وقت اداره. الثوره ومر عليهم ازمات كتير وهم لعيبه وهم موجودين وكابتن خطيب وهو في الملعب وهو بره وهو جوه ما هو انت لازم تبص. لكن انت بتشتغل بهدوء، عارف متطلباتك ايه، عارف التزاماتك ايه، وده اللي بنتمناه ينعكس في الفتره الجايه بالشكل الامثل، وبنتمناه يحقق المطلوب. وبختم معاك، ربنا يحفظنا جميعا، امين يا رب وربنا يحفظ مصر، وربنا يزيل الغمه ان شاء الله. يا رب باذن الله. استاذ عابد الخطيب انا بشكرك، نورتني وشرفتني، وكل يوم سبت بالتاكيد في انتظارك، هيكون عندنا احداث وكواليس، ويا رب باذن الله من هنا للسبت الجاي تكون الامور اختلفت شويه للافضل، ونناقش احداث بقى ليها علاقه بالكوره بقى في الملعب لما يبدا النشاط ان شاء الله. اشكرك يا محمد، وببقى سعيد دايما الموجود معاك، ودايما بنحب نقول هنا بكل صراحه اكيد وبكل العداله، ولو قلنا حاجه بنرجع نوضحها، وانا بشكرك اللي انا موجود معاك. شكرا، شكرا جزيلا.